أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذه فقرتنا الرئيسية الثانية والأخيرة في هذه الحلقة. أخيرا أسدل الستار نهائيا على قائمة أسماء المحافظين الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية صباح اليوم، وده كان أمام مكتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد مشاورات استمرت 5 أشهر للبحث عن أشخاص أكفاء في مناصب المحافظين قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في مارس المقبل. قائمة المرشحين شهدت أسماء جديدة، وتم الإبقاء على محافظ القاهرة دكتور جلال السعيد، ولوحظ الحقيقة الاعتماد على عدد كبير من القيادات الأمنية والعسكرية والقضاء في عدد من المحافظات، ومعظمها كانت طبعا من المحافظات الحدودية ذات الحساسية. كما تم اختيار 4 نواب للمحافظين من بينهم 3 سيدات. توقيت الإعلان عن قائمة المحافظين ده بيأتي بالتزامن مع استعداد الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية. هل التحركات المحلية الجديدة دي هتساهم في قدرة الدولة وتجهيزاتها؟ بماذا كلف الرئيس المحافظين الجدد؟ ما هو كشف حساب المحافظين السابقين؟ كل دي أسئلة بتقفز إلى رأس أي مواطن بيشوفنا دلوقتي أو حتى متابع حركة المحافظين، وده اللي هنناقشه أيضا، والعديد والعديد من الأسئلة مع ضيفنا اللي بنرحب بيه في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير عليك أستاذ كمال. في البداية كده حضرتك، يعني كيف تقرأ حركة المحافظين في هذا التوقيت تحديدا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية؟ الحقيقة طبعا كان من الضروري إجراء حركة للمحافظين، سواء طبعا قبل الانتخابات البرلمانية أو بعد فترة طبعا كافية من إعطاء الفرصة للمحافظين اللي كانوا موجودين بعد طبعا أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وأعطى فرصة. الفرصة دي كانت فيها تقييم للمحافظين زي ما كان فيها تقييم للوزراء. تمام. وأعتقد أن التغيير يمكن خد وقت زي ما حضرتك أشرتي، حوالي 5 أشهر، لأن كان لسببين. أولا أن تبقى في فرصة كافية لتقييم المحافظين الموجودين، وأيضا فرصة للبحث عن أكفأ العناصر لتولي المسؤولية في الفترة القادمة. أيضا الحركة زي ما حضرتك أشرت برضو بتأتي قبل الانتخابات البرلمانية ومع الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية. ودي فترة مهمة، المحافظ المفترض أنه هو هيكون عليه دور مهم الفترة المقبلة. المحافظ هو اللي بيمثل السلطة التنفيذية في محافظته، هو اللي بيمثل رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء. فيعني اعتقد ان المحافظ هيكون عليه دور مهم ودور كبير جدا في الفتره المقبله، خاصه في ظل وجود مجلس نواب نتوقع ان يكون مجلس قوي. فاعتقد ان المحافظ هيكون عليه دور مهم، لان الحقيقه اذا كانت الحكومه بتضع الخطط الاستراتيجيه للتنميه، انما اللي بينفذ هذه الخطط على ارض الواقع هو المحافظ. فطبعا بالتاكيد هيكون دور مهم جدا على المحافظين الفتره المقبله. وانا عايز اشير الى ان التغييرات اللي حصلت اليوم في المحافظين ما هيش التغييرات الاخيره، لا، اعتقد انه هيتوقع قريبا هتكون تغييرات اخرى هيفرضها الواقع، لأن حاليا بيتم إجراء ترسيم جديد للمحافظات. بيتم طبعا في موجودة حاليا بيناقش داخل الحكومة، واعتقد انه هيكون فيه مؤتمر قريبا لعرض هذا الترسيم، وبناء عليه هتنشأ محافظات جديدة وهيتم تعديل حدود المحافظات الحالية. فالأمر هيستتبع إجراء حركة أخرى بعد إنشاء محافظات جديدة، هيكون فيه محافظين جديدين. إذن شكل المحافظ ومسؤولياته اختلفت أعتقد، أو تطورت، أو بقت عليه مسؤوليات أكتر، وبقى المواطن عارف يعني ايه محافظ. يمكن فندم عندنا مشكله ان على مدار السنوات اللي فاتت المواطن ما كانش عارف يعني ايه محافظ. ده حقيقي. لا، ده انا عايز اضيف لحضرتك ان المحافظ نفسه ما كانش عارف ايه حدود مسؤولياته. هو ده كان سؤالي. ده يعني الحقيقه كشف الحساب اللي كنا بنتكلم فيه من شويه للمحافظين اللي قبل كده. هو بص حضرتك، يعني احنا عندنا مشكله تاريخيه ان المحافظ نفسه مش محدد او ما عندوش الصلاحيات الكامله. يعني انا لسه كنت بقول من شويه ان المحافظ يفترض ان هو بيمثل السلطه التنفيذيه في محافظته، بيمثل دور رئيس الجمهوريه في المحافظه. انما اللي كان حاصل على مدى سنوات طويله، وده على فكره ما زال لسه في ازمه، يعني برضو في مشكله موجوده هتحدث عنها بعد شويه. على مدى سنوات طويله المحافظ مش ما عندوش الصلاحيات اللي هي يقوم بها بدوره كممثل السلطه التنفيذيه في محافظته. ليه؟ بمعنى ايه؟ انا ليه يمكن ما كانش عنده الصلاحيات؟ هقول لحضرتك، لان يعني
اولا التشريعات الموجوده ما كانش بتعطيها هذه الصلاحيات. انا كنت بتحدث مع محافظين، يمكن انا من زمان او بغط مجلس الوزراء وليه احتكاك بالحكومه، انا من حوالي يمكن اكتر من 15 سنه بغط مجلس الوزراء، وتحدثت مع كثير من المحافظين، لدرجه ان في محافظ مره اشتكى لي ان هو كان فيه مدير إدارة تعليمية تحديدا كان مقصر، وهو طبعا مش في الحكومة الحالية، في حكومات سابقة، وهو نقله فالوزير رجعه، فيعني المحافظ مش قادر يمشي أو مش قادر يدير المحافظة أو يمشي مدير إدارة أو ينقل مدير إدارة لأن الوزير بيرجعه، فكان سلطة الوزير طاغية على سلطة المحافظ. وده الحتة اللي احنا دايما بنتكلم عنها. وكده يا فندم في يعني ازدواجية. بالظبط، وفي لخبطة في لخبطة. يعني في الأدوار. أيوة. هو الوزير ماله يرجع الإدارة ليه ولا ما يرجعه؟ في ازدواجية في المسؤولية، بمعنى ايه؟ دلوقتي هل مدير الشؤون الصحية في المحافظة أو مدير التعليم في المحافظة أو مدير أي مديرية، هل هو يتبع في او يتبع لو جات له تعليمات من المحافظ وتعليمات من الوزير بتاعه، هو بيعطي الاولويه لمين فيهم؟ للوزير. دي المشكله. دي مشكله. وده اللي احنا بنسميه اللامركزيه او المركزيه، يعني احنا دايما ماشيين بنظام المركزيه، دايما بننادي باللامركزيه وتطبيق اللامركزيه. بنتعامل مع افراد مش مع مؤسسه، دي المشكله طبعا. وعلى فكره يمكن اللي حصل التغيير الايجابي اللي حصل بس لسه منتظر يترجم، ان الدستور نفسه اعطى سلطات اكبر للمحافظ واعطى دور اكبر للمركزيه، تطبيق اللامركزيه. انما الدستور لا يكفي، الدستور محتاج ان ده يترجم الى تشريعات وقوانين. لسه قانون الاداره المحليه ما زال ما تعدلش، اعتقد انه بيعدل، الحكومه بتناقشه حاليا. محتاجين تعديل قانون الاداره المحليه بحيث يعطي سلطه اكبر للمحافظ في اداره شؤون محافظته. المحافظ ملهوش دور حتى في تحديد ميزانيه المحافظه اللي بتحددها وزاره التنميه المحليه. يعني المفروض ان في قوانين قايده المناقشه قانون الاداره المحليه تحديدا. لسه قايد المناقشه، ده المفترض ان هو بعد كده بالظبط ايه هي مهام المحافظ. وده تنفيذا للي جه في الدستور، يعني الدستور قال ان في مركزيه واعطى سلطات اكبر للمحافظ. انما الدستور بيحط المبادئ العامه، بعد كده هذه المبادئ المفترض انها تترجم في قوانين وتشريعات، ومن ضمنها قانون الاداره المحليه المفترض يعدل ويؤكد على اللامركزيه ويعطي دور اكبر للمحافظ في اداره شؤون المحافظه. يمكن اللي حضرتك قلته ده مرتبط شويه باللي كنا بنتكلم فيه في فقرتنا اللي فاتت، يعني يمكن كان في شكوى من حتى المستثمرين او من يعني من كل حد كان او من كل واحد كان عايز يقيم مشروع حتى في مجال السياحه، وكان بيقال ان السائحين بيجوا، احنا عندنا مشكله بالفعل في السياحه، بيجوا يلاقوا في طبعا صور غير لائقه موجوده في محافظات، ويمكن منها محافظات كبرى، المحافظ بيبقى عارف وما بيعملش حاجه غير لما حد يكلمه. ادي دي ده حقيقي. المشكلات حضرتك قلت لي في مشكله تانية بقى خاصه ايضا بالمحافظين اللي فاتوا، يعني ايوه ما هي المشكله اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي اللامركزيه، انه ما كانش يعني انا عايز اشير مثلا موضوع الميزانيه بتاعت المحافظ. الميزانيه كانت بتحدد بناء على ايه في فترات سابقه؟ على علاقه المحافظ بوزير التنميه المحليه. يعني لما يكون وزير التنميه المحليه علاقته بمحافظ كويسه والمحافظ ده يعني على قلبه كويس، ممكن يديله ميزانيه اكبر من محافظ ثاني. فلا يمكن ينفع يعني لا يمكن ده يستمر. اعتقد يعني ان احنا بدينا نصلح ده. الدستور الدستور 2014 خلاص كده ادى على التصويت اكبر، منتظرين تعديل في القوانين. واعتقد ان اختيار المحافظين هذه المره تحديدا الحقيقه، ودي شهاده يعني لازم اقرها، ان اعتمد على معايير كفاءه. رئيس الوزراء قعد او اتكلم مع المحافظين اللي اختارهم وقال لهم انا مش مختار محافظ مجرد او حاجه صوريه، انا مختار محافظ بجد يكون له دوره، يكون له عمل ويفتح مكتبه المواطن. تمام، دي نقطه مهمه جدا يا فندم. ويمكن احنا لاول مره يا جماعه لو لاحظنا ان حكايه المحافظين دي وتنقلاتهم ونغير المحافظين اتغيروا ولا لا، اول مره تحوز على هذا الاهتمام من المواطن العادي. المواطن العادي دلوقتي بقى عايز يعرف مين المحافظ بتاعه، ايه التاريخ بتاعه، مين ده وجاي منين، لان هو المسؤول مباشره. زمان ما كانش فيه كده طبعا طبعا. لان بدا لان فيه وعي انتشر دلوقتي بان المحافظ المفروض له دور، هو يعني اللي هو المسؤول المباشر عن مصلحه المواطن. الحكومه المفترض ان الحكومه المركزيه او الوزراء المركزيه بيحطوا
خطوط عمل التنمية أو استراتيجيات، إنما اللي بينفذ على أرض واقع هو المحافظ. بالضبط. طيب الأسماء الجديدة شملت لواءات وقضاء وأساتذة جامعة وشباب، يعني حضرتك شايف هذا التنوع شكله إيه يعني وتأثيره بعد كده على المدى البعيد على كل محافظة بقى؟ الحقيقة في ملحوظتين أساسيتين في التشكيل الجديد للمحافظين. الملحوظة الأولانية والمهمة إن تم الاعتماد بدرجة كبيرة على التكنوقراط وخاصة أساتذة جامعات أو وده العامل المهم أو الأهم اللي هم في مناصب تنفيذية جوه المحافظات نفسها. تمام. يعني لما يتم اختيار نائب للمحافظ أكيد نائب المحافظ اللي بقاله في سنوات نائب المحافظ عنده قدرة على العمل التنفيذي وعنده دراية بيها تؤهله المنصب المحافظ، فتم اختيار عدد من نواب المحافظين. الحاجة الثانية أنه تم اختيار عدد من المسؤولين في الإدارة، يعني ما لما يكون مثلا مدير إدارة صحية ويتم اختيار محافظ أكيد من خلال عمله في الإدارة الصحية يعرف عيوب ملم بالمشاكل. فتم الاعتماد بدرجة أكبر على التكنوقراط وعلى ما لديهم خبرة بالعمل التنفيذي المحلي. يمكن ده اللي لفت انتباه المواطن كمان أكتر. دي يمكن ملحوظة أكتر. طبعا بالتأكيد في بعض الأسماء اللي هي لها خلفية أمنية ودي مطلوبة خاصة في محافظات الحدود. يعني وده يمكن أشرنا يعني محافظات الحدود لها طبيعة خاصة إن أهمية يعني المحافظ ذو الخلفية الأمنية على المحافظات الحدودية الحساسة أهميتها بتكمن إزاي علشان نرد على البعض اللي يعني حضرتك أكيد عارف إن في طبعا هم في ناس قاعدة تقول لا ده هيجيبوا المحافظين كلهم ذو يعني خلفية أمنية، طبعا ده ما حصلش بس عشان نكمل الموضوع بس ونسد الفجوة للآخر. أنا بس عايز أشير إن أنا من خلال متابعاتي على مدى سنوات لحركة المحافظين أعتقد إن هذه الحركة أو هذه المرة أكتر حركة محافظين اعتمدت على التكنوقراط وبعيدا عن من لديهم خلفية أمنية. بس هذه الحركة عندهم أكترها. خلفية أمنية مهمين على أماكن معينة. أيوة إنما الأهمية. أيوة إنما المحافظات الحدودية والمحافظات ذات الطبيعة الخاصة ما زالت، ودي مهم جدا إن يتم اختيار لها ناس ذات خلفية أمنية لسبب. تمام. لأن هذه المحافظات طبعا عارفين المحافظات الحدودية لها أهمية في حتة تهريب الأسلحة. تمام. في حتة أيضا إمكانية تهريب بعض العناصر الخطر. فالمحافظة الحدودية بالذات وحتى مش في مصر بس على فكرة، في الكثير من الدول اللي بتبقى عندها محافظات حدودية ممكن تسبب لها بعض أو لها حساسية أمنية معينة بيتم اختيار الحاكم أو المحافظ لهذه المنطقة أو الحاكم لهذه الولاية خلفية أمنية، لأن ده الأقدر على إن هو لأن بتبقى الوضع الأمني للمحافظة هو الأهم طبعا إلى جانب التنمية. وأنا عايز أشير برضو حاجة برضو إحنا مش كل من له خلفية أمنية يعني معنى كده إنه ما يعرفش يدير عملية تنمية، يعني احنا يمكن حتى بنلاحظ دايما الناس اللي لهم خلفيه امنيه لما بيديروا مشروعات بيبقى عندهم حسم وبيبقى عندهم كذا نظام. فمش معنى ان احنا لما نقول المحافظه الحدوديه دي تم اختيار محافظ له خلفيه امنيه عشان الوضع كذا مش معنى كده ان المحافظ ده مش عارف يعمل تنميه، لا بالتاكيد هم حتى بيختاروا حد عنده خلفيه امنيه بالتاكيد بيبصوا برضو على قدرته على احداث التنميه على قدرته على الاداره هي قدرته أخرى. على الاداره بغض النظر عن خلفيته الامنيه او غير الامنيه بس خلفيه امنيه فعلا زي ما حضرتك قلت علشان يقدر يلم إنما محافظات الحدود هذه المحافظه طبعا ليها اهميه ان يكون المحافظ خلفيه امنيه ودي يعني دي دي دي, دي معروفه يعني انما زي ما بقول لحضرتك انما يعني ايه حتى دول بيتم اختيارهم وفقا لخبرات ذاتيه وسيره ذاتيه وخبرات سابقة مش بيتم اختيارهم مجرد انه ليه خلفية أمنية فبيجي يعني. تمام. طيب حضرتك شايف يعني تعليمات الرئيس السيسي للمحافظين الجدد كانت ايه التعليمات دي؟ ويعني احنا برضو ملاحظين بما ان هم قعدوا يعني 5 أشهر ينتقوا ويختبروا في كل قدرات يعني في قدرات كل عفوا المحافظين دول اكيد للسيد الرئيس تعليمات وطلبات من هؤلاء. تمام. يمكن حتى قبل الأداء اليمين منذ أيام الرئاسة كان الرئيس قاعد مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وكان بيراجع معاه القائمة ويعني الرئيس حط مؤشرات وتكليفات معينة في اختيار الشخصيات اللي هتيجي في منصب المحافظ. تمام. أهمها الخبرة، القدرة على الأداء، القدرة على اقتحام المشكلات، القدرة على ابتكار حلول يعني إبداعية للمشكلات الموجودة،
يعني الحقيقه كان ياخد ورق ويروح يعرضه أيوة على يعني يمكن حته النزول للميدان كانت مهمه جدا. تمام. في تكليف الرئيس حته الخبره والقدره على التواصل مع المواطنين، ازاي يبقى عنده قدره على التواصل، ازاي يقدر المواطن يوصل له، ازاي يعني دي كان في عده معايير اعلنها الرئيس. واعتقد يمكن هو لسه طبعا الرئاسه ما اعلنتش لسه اهم التكليفات الاعضاء، لكن اعتقد ان تكليفات اليوم هتتم في اطار هذه الخطوط اللي حددها الرئيس لرئيس الوزراء عندما كان يتم مراجعه قائمه المحافظين. ده معناه ايه؟ معناه ان المحافظ اللي هيأثر في شغله هيكون فيه حساب، لان هو كده مكلف بحاجات معينه، اذا يعني راح في اتجاه اخر او بدا ان هو يتكاسل فيها هيكون فيه حساب. الحساب ده ممكن يبقى ايه فندم؟ انا عايز اقول حاجه على موضوع الحساب ده، ان رئيس الوزراء وهو بيختار يعني معلومه عندي ان هو قعد يعني واحنا الاختيارات حوالي 17 محافظ. انا عايز اقول ان هو قابل يمكن حوالي ما يقارب او قد يزيد عن 100 شخصيه على مدى الشهور اللي فاتت دي. تمام. عشان يختار منها ابرز العناصر. ليه بقى 100؟ اختار منهم 17. اختار منهم 17. اولا طبقا للمعايير احنا تحدثنا عنها كان البحث عن الشخصيه المناسبه خد وقت طويل. فمش كل اللي قابلهم اختارهم. الحاجه الثانيه بقى المهمه، وده يمكن ردا على سؤال حضرتك، ان في عدد كبير منهم اعتذر. ليه بقى؟ في عدد من اللي كان بيقابلهم رئيس الوزراء قبل كده اللي كانوا مرشحين اعتذر قبل ما يتم الاتفاق على 17 دول. ليه كانوا بيعتذروا؟ كانوا بيعتذروا لانهم عارفين ان منصب المحافظ اصبح منصب مش سهل والمسؤوليه اللي عليه كبيره. يعني ممكن واحد يكون مثلا كفء وكل حاجه، انما شايف نفسه مش هيقدر مش يعمل قد المسؤوليه. مش قد المسؤوليه. فالبعض كان بيعتذر لانه حاسس انه مش قد المسؤوليه دي، حاسس ان هو قد يكون المسؤوليه كبيره عليه. وده على فكره يمكن كان بعد يمكن كان الرئيس ليه كذا تصريح الفتره اللي فاتت سواء المسؤولين حاليا او اللي ممكن يجوا. يمكن ويمكن اترددت كتف الاعلام قال المسؤول اللي حاسس انه ما يقدرش يؤدي يمشي. فكلمه يمشي ما كانش مش وقته، يعني مش وقت نقعد نجرب دلوقتي. هو كان بيقول المسؤول اللي يحس انه مش قادر يؤدي مسؤوليته يمشي. ده كان موجه للوزراء والمحافظين مش بس اللي موجودين، انما اي واحد ممكن يتولى المسؤوليه. وده اللي خلى عدد كبير منهم كان يعني فعلا متردد، وعدد اعتذر لانه حاسس المسؤوليه. فهو المحافظ دلوقتي اللي حاسس ان هو مش قادر المسؤوليه كان بيعتذر. فاعتقد ان كل محافظ جاي عارف ان عليه مسؤوليه كبيره ولازم يكون قدها. وبالتاكيد طبعا حضرتك بتسالها هيحصل ايه، بالتاكيد المسؤول اللي هيثبت ان هو مش قد المسؤوليه هيتم على طول الاستغناء عنه، بس بعد ما يعطى الفرصه اذا كان هيأدي بشكل كويس ولا لا. التغييرات مستمره، واعتقد المسؤول اللي هيثبت عدم كفاءته هيمشي. تمام. احنا بنقول ده ليه؟ لان طبعا يعني مشكله المحافظين، وكل ما بنقرب اكتر من الشارع بتبقى في مشاكل كتيره جدا، وبيبقى في يعني طبعا تحديات كتيره جدا. المنصب ما بقاش طبعا مجرد مكتب وشوية موظفين وخلاص زي طبعًا الأول. طبعًا. طيب فأنت حضرتك من وجهة نظرك الأمن يعني ولا ضبط السلوك ولا الانتخابات، إيه أولويات أي محافظ؟ هي أصل إحنا يعني الحاجات دي كلها ما نقدرش نفصلها عن بعضها. بمعنى إيه؟ إحنا لو اتكلمنا عن مثلا الانتخابات وعن الاستثمار وعن الاقتصاد، كل ده لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل وجود الأمن. فالامن ده يعني ما عليهوش خلاف. يعني احنا قبل ما نتكلم عن استثمار، عن اقتصاد، عن توفير فرص عمل، عن تشغيل مصانع، عن اجراء انتخابات، لازم يمكن امن الاول ولا يمشوا مع بعض بالتوازي؟ لا ما يمشوا مع بعض. لا يمشوا مع بعض. ما انا بقول لحضرتك كلهم مترابطين، ما ينفعش نقول ده وبعديه ده وبعديه ده. لا، ده مع ده مع ده. طب انا لو اتكلمت دلوقتي على الانتخابات اللي جايه، يعني عندنا مثلا انتخابات برلمانيه مش سهله جايه، ثالث خطوه في خريطه الطريق، وحاجه مش سهله وعليها كلام كتير جدا، وكل واحد بيقول حاجه، يعني في عندنا مشاكل كتير. وفي الاخر احنا كشعب متوقعين او بنامل ان يكون عندنا مجلس قوي. المحافظين دورهم ايه؟ المحافظ الحقيقه دوره يعني اولا هو شريك. طبعا في جهات امنيه بتتحمل مسؤوليه الامن. طيب. لكن المحافظ زي ما اشرت من شويه هو القائد في المحافظه بتاعته، فهو اللي بيحط الخطط، هو بيراجع الخطط مع المسؤولين الامنيين حتى. فهو المسؤوليه الامنيه مسؤوليته الاولى باعتباره ان هو بيمثل رئيس الجمهوريه في محافظته. طيب. الى جانب كده عمليه التنميه، الى جانب كده ان هو بيتعاون مع طبعا مع الجهات الامنيه، بيمهد الطريق لاجراء الانتخابات، بيوفر التسهيلات الاداريه اللازمه باللجان وغيرها، ده قبل الانتخابات. بعد الانتخابات بقى بيتعاون مع الاعضاء المنتخبين
بعد كده في ابراز مشاكل المحافظه والبحث عن حلول ليها، كل ده فهيكون المفروض هيكون في تعاون قوي مع المنتخبين. عايز اقول ان احنا في مرحله قادمه فيما بعد المفترض المحافظ ده يحاسب امام المجلس المحلي للمحافظه. تمام. يعني المفترض ان هيبقى في بعد كده انتخابات هيختار فيها مجالس محليه للمحافظات، وفي يعني من ضمن الحاجات اللي بتبحث في القانون الجديد اللي بيتعدل ده ان يتم المحافظ محاسبه المحافظ امام المجلس المحافظه بتاعته، زي ما الوزير التنميه المحليه اللي هو بيشرف على عمل المحافظين بيحاسب امام مجلس النواب، اكيد المحافظ بعد كده هيحاسب امام مجلس المحلي المحافظه. وده اللي هيخلي فيه رقابه شعبيه جوه المحافظه نفسها على المحافظ. فاعتقد ان المحافظ هيكون عليه دور كبير سواء قبل انتخابات او بعد انتخابات. محافظ القاهرة دكتور جلال السعيد هو الوحيد الذي تم الإبقاء عليه، ليه؟ والله أنا لسه من شوية بقول لحضرتك في بداية الكلام إن التغييرات تمت بناء على تقارير أداء تم إعدادها خلال الفترة الماضية. بالتأكيد اللي تم تغييره بناء على تقارير أداء اللي تم الإبقاء عليه. وبيبقى حاجتين، يا تقارير أداء بتاعته كويسة، يا إما في مشروعات معينة هو بدأها ولازم يكملها او لازم يستمر لغايه ما تنتهي هذه المشروعات. فبيبقى العاملين يا تقرير اداؤه كويسه وان الراجل شايف انه بيأدي كويس وانه هو يعني ما عندوش مشكله تخليه يغيروه، يا اما بيبقى في مشروعات معينه بداها وفي خطط معينه وهو اللي عارفها فبيستمر لغايه ما تنتهي هذه المشروعات. طيب في سؤال تاني برضو استاذ كمال، يعني الحقيقه كان في احنا دايما بنتكلم على التعاون وان الجهات المسؤوله عندنا مشكله ان هما بيكلموش بعض خالص، فبالتالي كل واحد بياخد قرار مع نفسه والمواطن يعيني هو اللي بيتبهدل كده في النص. احنا بنقول دايما الوزارات تكلم بعض، الوزارات تتعاون مع بعض، يبقى في تعاون ما بين وزاره كذا ووزاره كذا عشان نوصل لكذا، خصوصا ان احنا داخلين على المؤتمر الاقتصادي. بالنسبه للمحافظين التواصل المفروض يبقى ما بين المحافظين وبعض المفروض يبقى بناء على ايه؟ المفترض ان اولا في تنسيق ما بين المحافظ وبين رئيس الوزراء او الحكومه المركزيه. المفروض الحكومه بتحط خطط واولويات واستراتيجيات، وكل محافظه بيبقى لها دور في الخطط دي. فبناء عليه ان احنا عندنا في اجتماع اسمه مجلس محافظين بيعقد، يعني على الاقل بيعقد مره شهريا. مجلس المحافظين ده بالحكومه، ده طبعا احنا عندنا اجتماعات اسبوعيه لمجلس الوزراء وعندنا اجتماع على الاقل شهري. يعني انا طالب ان يكون مرتين شهريا الحقيقه، يعني مره شهريا بعيده شويه. فالمفترض ان مجلس المحافظين بدل مره شهريا يعقد مرتين شهريا. مجلس المحافظين ده بيعمل ايه؟ بيشوف خطط الحكومه المركزيه ودور المحافظات في تنفيذها، وبيبقى كل المحافظين موجودين مع بعض وموجود معاهم الوزراء. يعني بيضم المحافظين والوزراء. هو ده يا فندم مش كان بيحصل قبل كده؟ لا كان بيحصل بس على فترات متباعده، وفي نفس الوقت ايضا القوانين كانت ما بتديش فرصه زي ما بقول لحضرتك للمحافظ. المفترض ان احنا عندنا حاجتين يمشوا مع بعض، ان يكون عندنا في تغيير في قانون الاداره المحليه بحيث يقعد السلطات اكبر محافظ، وان اجتماعات مجلس المحافظين تتم على فترات متقاربه، مش لازم كل شهر، ممكن مرتين في الشهر او كل 15 يوم. بحيث بيحضر وزراء والمحافظين مع بعض وبيتم دراسه كل المشكلات وتذليلها في ظل وجود رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين. تمام. طيب اخيرا يا فندم في نقطه برضو ايضا، تمثيل المراه والشباب لقى يعني اهتمام كبير جدا من يعني يمكن كمان مننا كمواطنين. هل دي يعني خطوه نحو التمكين، تمكين المراه وتمكين الشباب؟ عشان احنا كنا اتفقنا قبل كده ان التمكين لازم يجي تدريجيا مش مره واحده. يعني نلاقي نفسنا ايدينا حره يعني بص حضرتك طبعا هو مهم جدا ان يكون في دور للمراه والشباب في قياده العمل التنفيذي. طيب. انما برضو زي ما حضرتك بتقولي دي محتاجه تحضير. بمعنى ايه؟ انا مش عشان امثل المراه هروح اشوف اي سيده واقول لها تعالي اشغلي عايزين نشغلك محافظ، او هروح اشوف اي شاب واقول له تعالي اشتغل محافظ. طيب. الشاب اللي هيبقى محافظ ده او هيقوده محتاج يبقى عنده خبره، محتاج يبقى اتدرب قبل كده. عشان كده انا يعني في خطوه بتاع تعيين نواب او مساعدين المحافظين من الشباب. دي خطوه مهمه جدا وسيدات ايضا. ده خطوه بتعطي الفرصه للشباب والسيدات انه يدخل ياخد خبره كافيه. عشان كده يمكن ما فيش سيده محافظ دلوقتي، فيه نائب محافظ. ليه بقى؟ لان ما ينفعش بس هيكون فيه بعد كده. هيكون فيه. ما انا بقول لك احنا مرحله تحضير واعداد ان احنا بعد كده يعني السيدات دي اللي احنا مستنيين ان احنا نشوف سيده محافظ. فحته تعيين نواب او مساعدين للمحافظين دي خطوه تمهيديه. وبس على فكره عايز اقول الخطوه دي مش كافيه، احنا فيه دور هنا الاحزاب والقوى السياسيه.
الاحزاب هي اللي يعني دلوقتي، بس يعني الاحزاب الحقيقه اهتموا جدا بنقطه يعني ان هو مش بس يهتموا يشيلوا بيها، المفروض يهتموا يعدوا الكوادر دي. يعني حضرتك لو دلوقتي مثلا بتشكلي حكومه او بتشكلي محافظين، انت هتجيب الشباب او السيدات منين؟ ما لازم الاحزاب هي اللي تقدم لك ده. تمام. لازم الاحزاب هي اللي تبرز الناس دول، تعدهم وتجهزهم. فده دور الاحزاب، نتمنى ان الاحزاب تقوم به الفتره المقبله ان شاء الله، بحيث تفرز كوادر تكون جاهزه للعمل ده ان شاء الله. أكيد. وطبعا اللي احنا بنقوله ده باين قد إيه العلاقة متشابكة، كل ده في الآخر متشابك مع بعضه زي السلسلة علشان يصب في الآخر في مصلحة المواطن. وانت بقى يعني واختيارك وانت وضميرك وانت وغيرتك على بلدك، في الآخر النتيجة اللي هتاخدها نتيجة كويسة ولا نتيجة مش كويسة. أنا في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتنا الكاتب الصحفي أستاذ كمال ريان، شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح دريم، غدا إن شاء الله ألقاكم في تمام 9 صباحا، فكونوا على موعد. سلام.